تعالوا بقى نروح لتقرير لطيف جميل ورائع بمناسبة احتفالنا ب 23 يوليو وبمناسبة تنفيذا لقرار فخامة رئيس الجمهورية. أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 499 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم. وزارة الداخلية حريصة وبشدة على تطبيق سياسة جديدة بمفهوم حديث توفير كل أوجه الرعاية الممكنة والمختلفة للنزلاء. الداخلية بتفعل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم واللي تم تأهيلهم بالمناسبة للانخراط في المجتمع. عايز تشوف إزاي؟ شوف التقرير. جاء الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة محملاً بالفرحة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي. فقد أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 499 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 265 لعام 2023 بشأن الإفراج عن بعض المحكوم عليهم من من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل، وهرد للبلد الجميل، وأقدر أخطي المستحيل. اللجان التي شكلها قطاع الحماية المجتمعية لتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو انتهت إلى الإفراج عن هذا العدد بعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفق منظومة عقابية حديثة تطبقها وزارة الداخلية وتراعي فيها كافة معايير حقوق الإنسان. أشكر السيد الرئيس على اهتمامه بينا، والحمد لله أنا مبسوط أن أنا خارج إن شاء الله في 23 يوليو. أنا اللي سمعت اسمي جه في العفو كنت مبسوط جداً، قلت هرجع لأهلي وأبدأ حياة جديدة، وقعدت بيني وبين نفسي وقلت مش هعمل الغلط تاني. أنا مبسوطة جدا طبعا إن أنا خارجة لعيالي وبشكر سيادة الرئيس جدا 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 وربنا يخلي لينا. بسطت لنا طلع لأسرتي وطلع لعيالي والحمد لله، بسطت جدا وألف الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية كبيرة للمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، عبروا خلالها عن سعادتهم بالقرار الرئاسي الذي يعد فرصة لهم لبداية حياة جديدة في ضوء ما اكتسبوه وتعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء على المستوى التعليمي أو المهني، بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع. أنا بصراحة تعلمت منهم إزاي أرتب حياتي وأنظم حياتي بعد ما أخرج. جيت وعشت وتعاملت مع الناس كلها هنا كويسين في منتهى الاحترام وفي التذوق، وكمان أكتر حاجة تعلمتها أنا الالتزم وإزاي أتعامل مع الناس بره. يعني أنا أولا ما كنتش عارف أتعامل. اشتغلت في مصنع النضارة هنا هوتي، تعلمت فيه، وإن شاء الله بعد ما ربنا يكرمني إن شاء الله بره إن شاء الله هطلع أكمل اللي اتعلمته هنا إن شاء الله بإذن الله. أنا الحمد لله أنا راجل صنايع من زمان في مخبز، وبرضك هنا اشتغلت في مخبز شوية، فأنا برضك إن شاء الله أطلع أشتغل في صنايعتي تاني بإذن الله وألتزم وشوف يعني أسرتنا كده ونمشي كويسين بإذن الله وربنا يستر علينا إن شاء الله. طبعاً صنعة يعني كويسة جداً إن أنا اتعلمتها هنا في التأهيل، ولما أخرج برا إن شاء الله هفتح الورشة دي وأكسب بقى من عرق جبيني. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل. استقبل أهالي المفرج عنهم أبناءهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم من بوابات مراكز الإصلاح والتأهيل موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذا القرار. شايف العفو الرئاسي بداية لحياة جديدة، وهو اتغير نفسيا ومن معاملته في مركز التأهيل، وإن شاء الله تكون بداية جديدة وأكون بداية خير وأمل لي ولكل اللي طالعين النهاردة. وإحنا بنشكر كل اللي موجودين هنا وبنشكر سيادة الرئيس إن هو أعفى عنهم النهاردة وطلعهم. ما كناش منتظرين إنه يخرج دلوقتي بصراحة، بس يعني ربنا يكرم الجميع إن شاء الله، ومصر دايما عمرانه وبالخير ان شاء الله. والحمد لله، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر الناس اللي قامت بكل المجهود وبالعفو الرئاسي،
وحسيت فعلا ان ابن عمي اتغير وانه بقى اسلوبه كويس. هكذا تسعى المنظومة العقابية نحو إصلاح وتأهيل النزلاء وفقاً لمعايير حقوق الإنسان ليتسنى لهم سرعة الاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أحدثت نقلة نوعية وإنسانية في السياسة العقابية.